الدينية الخالية من المشركين، لا بأس بها، لكن لا تتخذها دليلا على حساب القرآن. الصباح أناشيد، وفي المساء أناشيد، وقبل النوم أناشيد، وإذا استيقظ أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وفي المحل أناشيد، ودائما أناشيد. نقول الأناشيد لا بأس بها في المناسبات أو ببعض الأحوال التي قد يحتاج الإنسان فيها أن يعوض عن نفسه. فيوم العيدين لا بأس بذلك، كما ثبت في الصحيحين في حديث عائشة قصة أبي بكر ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء يتاني تغنيان بغناء وحاف، فقال أبو بكر: أمذكور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، دعهما، هذا عيدنا، إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا، لتعلم اليهود أن في هذا الحين فصحى. فيوم العيدين لا بأس. وكذلك يجوز في الأعراس، يجوز في الأعراس، وكذلك يجوز عند استخدام أو عند استقبال القارب من سفر، وكذلك عند تجدد النعم، كل هذا لا بأس به، لكن لا يتخذ هذا عادة. ما حكم حلق الشارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشوارب: أحفوا، قصوا، جزوا. وهذا كله لا يفيد الحلق، فالحلق استئصال الشعرة من منبتها. ففرق بين القص والتقصير والإحفاف وبين الحلق، الحلق استئصال الشعرة من منبتها. وقد نهى الإمام مالك عن ذلك كما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد، وقال إنها مثلة يعزر من بعد ذلك، فالشارب لا يحلق. وأما قصه أو الرواية التي أتى فيها أنه حتى رؤي بياض شاربه، هذا لا يقتضي الحق، وإنما تقصيره والمبالغة جدا. نصيحة للشباب: عدم التفرق. المسلمون جميعا مطالبون بعدم التفرق وبعدم التحزب وبعدم التناحر والتباغض والتجاهل. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فالاصل ان التفرق لغير الذين اتتهم البينات، فنحن المصدر قد اتفقنا عليه وهو الكتاب والسنه، فلا داعي ان نتفرق. الواجب علينا ان نجتمع وان نجمع الكلمه وان نوحد الصف، والا كنا لقمه سائغه لاعدائنا. ما حكم من حلف على زوجته بالثلاث في مجلس واحد؟ لعلك تعني انه قال لها: انت طالق، انت طالق، انت طالق. اذا قال ذلك فلا تحصل الا طلقه واحده. بما تنصح المرأة التي يمنعها زوجها من لبس الحجاب ولا تدي عليها وهذا الزوج يشرب الخمر؟ ننظر هل لها منه أبناء؟ إن كان لها منه أبناء فلتعظه ولتصبر عليه فترة، فإن لم يكن منها أبناء فلها أن تطالبه بالطلاق إذا أبى أن يتوقف عن شرب الخمر، وليس لها أن تطيعه في ما ينهاها عنه من لبس الحجاب، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الرجاء، تدعو لنا بالهداية، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ماذا تقولون في رجل يستجيب الله لجل دعائه؟ ينبغي على الإنسان ألا يعمل غير الله وأن يحسن الظن بالله، فيعبد الله تعالى رهبة ورهبة، خوفا ورجاء، فإذا دعا الله فاستجاب له فليحمد الله تعالى على هذا. لكن لا ينبغي أن يغتر بنفسه يقول: أنا كلما سألت ربي أعطاني، ويتكلم بهذا، لأن هذا في تزكية للنفس، ولأنه يقول بلسان الحال: إنني ولي من أولياء الله.
كما اختصم رجلان فقال احدهما لصاحبه اما ان تفعل كذا والا تعاليه سترى. فيقول لديك دليل كما النبي اتي لعمر رضي الله عنه فطلب منه رجل ان يدعو له قال ومن نحن؟ انبياء نحن مريض في حاله حرجه نساله بالدعاء عسى الله ان يشفيه. هل يجوز القول صدق الله صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ لا تتخذ عادة لأن صدق الله العظيم ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بل حينما قرأ عليه ابن مسعود في سورة النساء وبلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبه قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تجفان ما قال صدق الله العظيم لأن صدق الله العظيم خبر وهذا الخبر ينبغي أن يوافق خبر مثله فلا يقع على ما هو إنشائي وطلبي فمثلا لو قرأ الإنسان قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم هذا غير مناسب لماذا غير مناسب؟ لأن هذا أمر والأمر لا يقابل بخبر نعم هل يجوز تقبيل المصحف بعد القراءتين؟ لا تتخذ ايضا عادة، فلو فعل ذلك مرة لا بأس، لكن لا يفعل ذلك كل مرة، كلما قرأ القرآن قبله. وليست العبرة في محبة القرآن بتقبيله. إذا كنت تقبله ولكنك لا تقبله. فالعبرة بقبوله لا بتقبيله. نعم. هل يجوز التجارة وصناعة البضائع المقلدة الأجنبية؟ كل شركة تؤمن على منتوجها حقوق الطلب وحقوق الصناعة فلا يجوز سرقتها هذا هو الأصل هناك من يقول أن الاستدلال بأن واقعنا الآن يشبه العصر المكي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو استدلال باطل لأن الدين كمل. هذا ليس بصحيح، الإنسان في الواقع ينبغي أن يقرأ السيرة ويفقهها. وصف العهد بأنه مكي أو مدني ليس المعتبر فيه كمال الدين أو نقصانه، بل المعتبر فيه أوضاع الناس. المعتبر فيه أوضاع الناس يعني شيخ نجم المعتبر فيه أوضاع الناس ولذلك الآيات الآمرة بالصبر والعفو والصفح في القرآن فاعفوا واصفحوا فاصبر بحكم ربك واصبر وما صبرك إلا بالله كل هذه الآيات جمهور أهل العلم على أنها ليست بمنسوخة بل باقية الدلالة مع أنها نزلت في مكة فلم تنسخ بالسيف وهذا هو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. اذا ينظر لواقع الناس واحوالهم. فمثلا بعض المجموعات المسلمه تكون في اماكن لا تتمكن فيها من اظهار الدين. مثل الجاليات المسلمه والاقليات المسلمه في بلاد الكفر. هذه لها احكام وظروف ليست كاحكام وظروف المسلمين في بلادهم. فمثلا في بلاد الغرب اكثرها لا يتمكن المسلمون من الاذان خارج المسجد، يعني لا تسمع الاذان. الاذان داخل المساجد. طيب ولو انه اذن خارج المسجد تعرضوا للاذى وربما خلق مسجده وربما تعرضوا للمتابعات العدليه، فهل نقول احنا الان في مرحله مدنيه؟ اذا مساله المرحله المكيه والمدنيه ليس عبارها كمال الدين، الدين كامل لا زياده عليه ولا نقصان وانما حال الناس. واعتبار اوضاع الامه. فالامه اخبر الله عز وجل لها الدين ومن كمال هذا الدين انه رفع الحرج عن العباد. ولذلك كان قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته منسوخا. لان هذا قد شق على الناس بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالاستطاعه امر معتبر. الاستطاعه والقدره امر معتبر. سواء كان